العناب، هذه الشجرة الشامخة كشموخ الشعب الفلسطيني، والتي تقاوم التغيرات المناخية كما يقاوم شعب هذه الأرض الطيبة المحتلة الصهيوني. ومن أرضه الزراعية الواقعة في قطاع غزة، يقطف المزارع إبراهيم حسن ثمار شجرة العناب استعداداً لبيع محصوله في الأسواق المحلية. حصاد العناب بيبدأ من موسم اللي هو 15/8 ل 15/9 شهر تقريباً. آلية الزراعة اللي هي بتبدأ في شهر واحد، الجو بيكون رطب وكويس برد وبتنمو الشجرة أسرع. كمية الإنتاج للسنة كويسة بالنسبة للعام الماضي يعني. هذه الثمرة المميزة والشهية التي تتخذ شكل حبة الزيتون المباركة رمز نضال الشعب الفلسطيني الأبي، والتي تتعدد منافعها على الصحة والبشرة، الشيء الذي أدى لازدياد الطلب عليها في الأسواق الخارجية. ورغم محاولة المحتل استغلالها ونسبها إليه مثلها مثل عديد المنتجات الفلسطينية قصد تسويقها خارجاً، إلا أنها تأبى إلا أن تبقى ثمرة بعبق وذوق فلسطيني خالص.